طيب تعال نشوف ازاي بنحول بين المقاييس المختلفة، مقياس المئوي والمتري والفهرنهايتي والمقياس المطلق، ازاي نحول من مقياس الى مقياس، تدريج الى ايه؟ الى تدريج. معروف انه الخاصية الفيزيائية لكل قسم تنقسم عند الـ XN اللي هي الخاصية الفيزيائية عن درجة الغليان، ناقص الاكس نوت اللي هي الخاصية الفيزيائية عن درجة تجمد الانصهار الجليد على ان عدد الاقسام. يبقى الاكس نوت والاكس ان هما قيمة الخاصية الفيزيائية عن انصهار الجليد وغليانه، ان عدد الاقسام. إذا رفعت درجة الحرارة من درجة الانصهار الجليد درجة حرارة دي لا تساوي درجة حرارة الغليان، فإن التغير في الخاصية الفيزيائية يعطي المعادلة دي، الإكس تي ناقص الإكس نوت على على تي. طيب وبما أن المقدار ده ثابت والمقدار ده ثابت، إذا المقدار ده بيساوي المقدار ده، يعني الاكس تي ناقص الاكس نوت على تي بيساوي الاكس ان ناقص الاكس نوت على على الان. ومن هنا نستنتج انه الخاصيه الفيزيائيه عن درجه حراره تي ناقص الخاصيه الفيزيائيه الاكس نوت عن درجه حراره اكس نوت زيرو على الانصهار بيساوي الخاصيه على الخاصيه الفيزيائيه عن درجه حراره تبخر الجليد تبخر الماء او غليان الماء ناقص الخاصية الفيزيائية عن درجة حرارة انصهار الجليد بيساوي التي على على ان يساوي مقدار ثابت. اذا السي على 100 بيساوي اف ناقص 32 على 180 بيساوي الار على 80. هذه المعادلة يمكن بواسطتها التحويل ما بين المقاييس المختلفة، سواء ما بين السلسيوس او المئوي للفرنهايتي، او بين المئوي للريومتري، او بين الريومتري والفرنهايتي، وهكذا، او الكلفن زي ما شايفين الكلفن بيساوي الكي ناقص 273. الجدول الاتي يوضح صيغ التحويل من تدريج الى اخر، حيث للتحويل من تدريج المئوي الى المطلق يبقى الكي بالكلفن بيساوي تي سي زائد 273. يعني كمثال ال 21 سلسيوس هيساوي 294 كلفن. من المطلق الى المئوي يبقى تي سي بيساوي كي تي لو تي بالكلفن ناقص 273. المثال اللي هو 40 213 كلفن هيساوي 40 سلسيوس. من الفهرنهايت للمئوي انه تي سي بيساوي 5 على 9 مضروب في الاف ناقص 32، اي ان درجه 86 فهرنهايت حتساوي 30 درجه سلسيه. ايضا من التحويل من المئوي الى الفهرنهايت انه تي اف بيساوي 9 على 5 زائد في التي سي زائد 32، يعني 50 سلسيه حتكافئ 122 فهرنهايت. ايضا الجدول الاتي يوضح مقارنه للتدريجات الثلاثه المختلفه. في الفهرنهايت درجة غليان الماء 212، في المئوي درجة غليان 100، في المطلق 273. درجة حرارة جسم الإنسان السليم في الفهرنهايت 98.6، في المقياس المئوي 37، في المطلق 310. درجة حرارة تجمد الماء في الفهرنهايت 32، المئوي 0، والمقياس المطلق 273. الصفر المطلق بيساوي في الفهرنهايت سالب 460، المئوي سالب 273، وفي المطلق 0. ناخذ بعض الامثله على هذه التطبيقات وقوانين المقاييس درجه الحراره. بقول ما هي درجه الحراره التي عندها تساوى التدريج المئوي والتدريج الفهرنهايت؟ نفرض ان درجه الحراره هي تي، بالتعويض عنها في العلاقه انه تي بالفهرنهايت بيساوي 9 على 5 في درجه الحراره بالتدريج المئوي زائد 273. طيب اذا انا عندي هنساوي تي بتساوي تي اف بتساوي تي سي، المفروض بيساوي تي بيساوي
تسعة على خمسة في تي زائد 32 هيودي إنه نودي تسعة على خمسة ناحية الثانية هيبقى أربعة على خمسة في تي بيساوي سالب 32 ومنه نتجح إنه تي بيساوي سالب إيه سالب 40 متر يماوية أو بيساوي سالب 40 كلفن أي أن سالب 40 درجة بمقياس سيليزيوس حيساوي سالب 40 على التدريج إيه كلفن. المثال الثاني بيقول حول 200 حول 77 درجة فهرنهايت إلى المقياس المطلق المقابل. طبعا ما فيش علاقة مباشرة ما بين تدريج الفهرنهايت والمقياس المطلق. إذا نجي بتحويل الفهرنهايت إلى المقياس المئوي ثم تحويل المئوي إلى إيه؟ إلى الفهرنهايت أو المطلق. يبقى التي سي بيساوي 5 على 9 في تي اف ناقص 32 ده بيدينا 77 ناقص 32 في 5 على 7 بيساوي 25. التي بالكلفن بتساوي تي بي السيليزيوس زائد 273 ب 25 زائد 273 هيساوي 298 كلفن. مثال رقم 3 بيقول احسب درجة حرارة إناء إذا كانت قيمتها مقاسة بترومتر فهرنهايت تساوي ضعف قيمتها مقاسة بترومتر مئوي. يعني عندي السي بيساوي السي على 100 بيساوي 2 في السي ناقص 32 على 180 حيث أنه الإف بيساوي 2 سي. في هذه الحالة إذا بالتعويض ينتج أن في المعادلة السابقة يبقى السي زي ما قلنا بيساوي على 100 بيساوي 2 سي ناقص 32 على 180. إذا السي بيساوي من المعادلة دي بحل المعادلة دي السي بيساوي 160 إذا البي على الإف بيساوي 320 يبقى السي بيساوي 160 والفهرنهايت بيساوي كام 320. مثال رقم 4 المثال الأخير معنا النهاردة بقولك إذا كانت درجة انصهار الرصاص في المقياس المئوي هي 327 درجة مئوية فكم تكون قيمة هذه الدرجة في كل من المقياس فهرنهايت والريومتري. هنعوض إذا العلاقة عندي 227 على 100 هي المقياس المئوي بيساوي الـ F ناقص 32 على 180 المقياس الفهرنهايت بيساوي الـ R على إيه؟ على 80. إذن الـ F بيساوي ناخد عشان نجيب الفهرنهايت بناخد الجزئين ده بيساوي 327 في 180 على 100 زائد 32 بيساوي 626.6 فهرنهايت. في الريومتري يبقى هنعوض بين العلاقة دي والعلاقة دي يبقى 327 في 80 على 100 بيساوي 261 ريومتري درجة ريومترية. شكرا لكم ولحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.